اهلا بكم مشاهدينا من جديد ونتابع مع فقرة التواصل الاجتماعي مع الانستغرام، والبداية بتكون مع انستغرام مثل ما ذكرنا وغرائب فن المكياج. خلنا نتابع. اخترنا لكم اليوم من موقع التواصل الاجتماعي انستغرام حساب خاص للسيدات يهتم بكل ما هو جديد وغريب في عالم المكياج والتجميل. لنتابع معا بعض الصور من حساب I love makeup. والآن مشاهدينا إلى صفحات سيدتي وأبرز ما جاء فيها على كل من الفيسبوك وتويتر. نبدأ من فيسبوك سيدتي نت و14 فكرة خاصة بطرحة العروس المحجبة والتي نقدمها لكم بالصور. فكل عروس محجبة تبحث عن أفضل خبيرة في مجال الطرحات والحجاب لإطلالتها نهار زفافها، ونحن في سيدتي نت قد وجدنا للعروس اليوم العديد من الإطلالات الخاصة بعرائس محجبات من توقيع الخبيرة حنان. لا داعي لعمليات التجميل لتصغير الأنف بعد اليوم، فتويتر سيدتي نت يقدم لكم أبسط خطوات لتصغير الأنف بالمكياج من خلال بعض الطرق والأساليب الحديثة التي تعمل على تصغير الأنف بواسطة أحدث التقنيات. تعرفي عليها في قسم مكياجك في سيدتي دوت نت. مشاهدينا فاصل قصير وبيكون معنا ضيف تحدى فعلا كل الصعوبات. التفاصيل مشاهدينا بعد الفاصل، ابقوا معنا. I love you. I love you. I love you. أحبك وأحبك. الحب ليس وردة أو رومانسية فقط. الحب عهد ووعد، أمومة تمنح وطفولة تسعد، أب أخ أقارب. الحب عمر وشراكة وإيثار، هو نحن بقلوبنا الحلوة وأرواحنا الصافية. من داخل كل أسرة محبة ومجتمع يتفاهم، سيدتي تهديكم وردة حب لا تذبل. No need to say it any other way. في سيدتي بعد الفاصل، كفيف سعودي يبهر العالم بالتقاط الصور الفوتوغرافية.